عليه الصلاة والسلام. أشكر ثم أشكر كل من أنكر ودعا وأمر بالمعروف، وأشكر وكرر شكري لقناة بداية، أشكر الحقيقة القائمين عليها الأستاذ عبد العزيز العريفي والأخ سامي الجعوني مدير القناة وكل من تعاون معنا. ما دمتم على الخير تأمرون وتنهون وتستجيبون سنقف معكم، وإن خالفتم ذلك أيضا سيكون لنا موقف آخر، لكننا على أمل ونرى إن شاء الله فيكم الخير الكثير، وما شهدنا إلا بما علمنا. الله يوفقنا وإياكم، وسامحوني اليوم على الإطالة لكنه موضوع مهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.